اللقطة الماضية شوف تمريرة دافيد سيلفا وصلت إلى ساديو أو إلى لور وسانييه، لور وسانييه يتقدم وأمام اللاعب الهولندي فيرجيل فان دايك يأتي قرار حكم المباراة باحتساب الخطأ، يأتي القرار باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة رقم 4. جول لوه الكرة الماضية ضاعت على رياض وريليسون بيكر، أليسون بيكر يحافظ على نظافة شباكه، فرصة كبيرة جدا لمانشستر سيتي من علامة الجزاء لكن أضاعها رياض محرز على العارضة بعيدة بعيدة تماما، أرسلها إلى ملعب الاتحاد في اللقطة الماضية بعيدة عن المرمى ليستمر التعادل السلبي، ليستمر التعادل السلبي. ساديو ماني يلعب الكرة الماضية، أوه لابورت يتصدى، لابورت يبعد الكرة والمحاولة الماضية عادت من جديد في الجانب المقابل وصلت إلى لور والثانية كرة في الجهة اليسرى لكن أيضا إلى خارج أرضية الميدان، المحاولة تصل إلى رمي التماس الآن لا يتم